ننتقل الآن إلى تقرير راوية عن الزفاف على الطريقة التراثية النوبية. احتفال يتضمن الكثير من العادات والتقاليد والألوان وأيضا ليلة حنة، بالإضافة إلى الأجواء الجميلة والمبهجة التي تتسم فيها تفاصيل الاحتفال. أما الموسيقى المرافقة والتي يتميز فيها أهل النوبة، كل هذه التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. قبل الحنة بيوم العروسة بتاخد حبايبها كله بعربية وبتروح ترسم الحنة وبتيجي، والعريس كمان بيتحنن قبل الحنة بيوم، بيحننوه وهي صول أصحاب البيت عنده. العروسة بيعشوا الناس، ويوم الدخلة العريس بيعش البلد. يوم الحنة العروسة بتروح بقى للعريس بناسها بحبايبها بتوع بلدها، بيروحوا يعملوا بقى، بيروحوا الحفلة شغالة بيروحوا عند العريس بيقضوا الليلة بقى لغاية الصبح. الصبح بدري فبيذبحوا ذبيحة البقر أو يا الخرفان، كل واحد على حسب إيه ظروفه يعني. الرجالة بقى اللي بيجوا يكتبوا الكتبتات في الجامع، العروسة ما تطلعش بره، قاعدة في البيت. إحنا طبعنا كده، طبعنا كده. فرح بقى لو في رقص بتطلع في الرقص. بيخلص واحنا راجعين الصبح من الفرح بيقعدونا بقى اهل العروسه، بتقعد المعزومين لما اللي بيرجع معاهم في البيت بنقدم لهم بقى الشعريه، ده الفطار بتاعنا يعتبر الصبح بدري. وبعد بعد الشعريه بنقدم الشاي بالحليب وبالبسكوت.